بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بإخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. بتكلم النهاردة الفرق بين البوتاسيوم نترات أو نترات البوتاسيوم وبين البوتاسيوم صلفيت أو صلفات البوتاسيوم. تمام، صلفات البوتاسيوم هي زي ما أنت عارف اللي هي 0050 أو 0048 أيا كان، ونترات البوتاسيوم زي ما احنا عارفين هوت زي ما تعرفنا قبل كده وقلنا الـ NPK دايما اللي في الوسط بيبقى الفوسفور، فالـ N عندي أو النترات 13.5%، تمام، والـ الفوسفور عندي صفر، والبوتاسيوم طبعا النسبة عالية 45.5%. تمام، نترات بوتاسيوم يا جماعة يعني فيها حاجتين، فيها البوتاسيوم ده الحاجة الرئيسية، وفي أنيون كمان مساعد اللي هو النترات أو النيتروجين. تمام، طيب سلفات البوتاسيوم اللي هي دي هي فيها برضو 26% كبريت وفيها 50% بوتاسيوم على صورة K2O أو أكسيد بوتاسيوم. تمام، أكسيد البوتاسيوم. تمام، طيب بالنسبة لي بالنسبة لي الوقت الإضافة يا جماعة، لو أنا بضيف مع السماد العضوي في أول الزراعة يبقى سلفات البوتاسيوم مفضلة عن نترات البوتاسيوم. ليه؟ لأن سلفات البوتاسيوم بتقعد فترة كبيرة في التربة. تمام، وكمان سلفات البوتاسيوم من الـ 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 الحاجات اللي من الأسمدة اللي التأثير بتاعها حميضي، وليه؟ لأن فيها كبريت يا جماعة، وبالتالي هيخفض لي البي اتش بتاع التربة. يعني أنا حطيت سلفات بوتاسيوم مع سلفات مغنيسيوم مع سلفات منجنيز مع سلفات حديدوز، كل الكلام ده كليته مع المادة العضوية أكيد بنزل لي درجة حموضة التربة، اللي هو من شأنها لما بتنخفض درجة الحموضة بتاعة التربة أو البي اتش بتاع التربة أكيد طبعا بيسر لي العناصر الصغرى كلها وعلى رأسها الفوسفور، إلا المولبدنم بيشز عن القصة دي. تمام، طيب لو أنا بقى في وقت المحصول بقى وعندي النبات ابتدى يكبر ودخلنا على مرحلة الإثمار والإزهار والكلام ده، لا، نترات البوتاسيوم مفضلة في الوقت ده هو عن سلفات البوتاسيوم. تمام، دي حاجة. طيب الحاجة التانية يا جماعة ان برضو الفرق بينهم بطريقه فلاحي خالص كده بالنسبه لنترات البوتاسيوم، لو النبات عندي زي مزروع وابتدى يحجم يعمل احجام وابتدى فتره تزهير وكده، نترات بوتاسيوم. ليه نترات بوتاسيوم وبنقولش سلفات البوتاسيوم؟ لان نترات البوتاسيوم دي بالفلاحي خالص كده، انت رحت نترات البوتاسيوم زيها زي كيلو كباب، انت رحت اشتريت كيلو كباب، حد عارف حد مش عارف من المصريين ايه الكباب؟ يعني اللحمه المشويه. تمام، رحت اشتريت كيلو كباب، ندهت على المدام وندهت على الأولاد وقمت واكلين على طول كيلو الكباب. تمام، طيب سلفات البوتاسيوم؟ لا، ده أنت رحت جبت كيلو لحمة. يعني إيه؟ جبت كيلو اللحمة وبعد كده ابتديت تسوي كيلو اللحمة وبعد كده ابتديت تاكل كيلو اللحمة، أكيد بياخد وقت كبير يا جماعة. تمام، فالسلفات علشان بعد ما بتضيفها بتاخد فترة كبيرة على ما بتبقى في صورة ميسرة للنبات ويقدر ياكلها زي كيلو اللحمة اللي احنا جبناه. تمام، طيب النترات عبارة عن ايه؟ أظن محدش هبسطها لك أكتر من كده. النترات عبارة عن كيلو الكباب اللي انت رحت جبته من عند الراجل بتاع الكباب وقمت قاعد واكله على طول. تمام، هو البوتاسيوم النترات البوتاسيوم بالنسبة للنبات نفس القصة، على طول جاهز للنبات على طول بيبين فيه. تمام، سلفات البوتاسيوم طبعا ما ينفعش نرشها. طب نترات البوتاسيوم؟ لا، ينفع نرشها على النبات وتعمل لي احجام كويسه، بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده مش كل حاجه نترات البوتاسيوم، يعني انت ما تقعدش مقصر طول السنه او طول الوقت بتاع المحصول وتيجي ساعه النبات ما يبدا يسقط او يبقى فيه ثمار صغيره كده تحط بوتاسيوم مش هيعمل حاجه. البوتاسيوم لازم علشان يدي كويس في الرش أو حتى في الإضافات الأرضية لازم النبات عندك يكون قوي ومستكفي من كل حاجاته الغذائية من العناصر وبمستويات كويسة جدا. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين سلفات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم، الفرق بين سلفات البوتاسيوم وبين نترات البوتاسيوم، ونقدر نفرق بينهم بكل سهولة ونفضل أنه فيهم عن الآخر. تمام، بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين دول. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.